السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله هنتعرف على طريقة رسم العلم السعودي، وهنشوف طبعا مع بعض طريقة الكتابة مع رسم السيف والتلوين أيضا. أتمنى طبعا إذا استفدتم من الفيديو لا تنسوا تعملوا لايك وتعليق واشتراك في القناة وتفعيل الجرس حتى يصلكم كل جديد. هنشوف مع بعض الطريقة. عندي هنا نجيب ورقة رسم وبيكون مقاسها تقريبا 2 لـ3 او 3، يعني عرضها يكون 3 إلى 2، يعني لو العرض هذا 30 سنتي يبقى الطول يكون 20 سنتي. بنبدأ بنحدد مستطيل داخل هذا المستطيل الصغير للكتابة عشان تبقى احصر الكتابة داخل هذا المستطيل الوهمي. بيكون طبعا مستطيل يكون خطوط خفيفة عشان اقدر بس اعمل الكتابة داخل هذا المستطلع شكلها جميل. هنا بنكتب طبعا لا إله إلا الله محمد رسول الله، طبعا مكتوبة بخط الثلث زي ما احنا شايفين. طبعا احنا بنكتبها بنرسمها رسم، بنرسمها الحين رسم، ما هي كتاب بالقلم الخطاط، لكن بنرسمها بالقلم الرصاص بهذا الشكل. بنحاول قدر الإمكان نطلعها بنفس الشكل اللي موجود على العلم. طبعا لا إله إلا محمد رسول الله دي تعني إن هذه الدولة متمسكة بتعليم الدين الإسلامي وتطبق شرع الله في جميع أحكامها، وطبعا كلمة التوحيد. أيضا عندنا هنا السيف اللي أسفل كلمة لا إله إلا محمد رسول الله، هو بيرمز إلى تطبيق العدالة بقوة وحزم. طبعا عندنا اللون الأخضر اللي هو لون العلم بيرمز إلى الخير والرخاء، وإن نسبة العلم المساحة الموجودة في العلم هو مستطيل طبعا الشكل، وبيكون نسبة 3 إلى 2. يعني مثلا قلنا العرض ده 60 مثلا، يبقى الطول 40 سنتي. تمام، هذه هي النسبة الخاصة بالعلم المملكة. طبعا نكتب قلم الرصاص زي ما احنا شايفين كده، وبعد كده بحدد. طبعا ممكن نكتبها، ممكن نلون العلم كله بالكامل باللون الأخضر مثلا، وراح كاتب باستخدام مثلا طامس أو لون أبيض أكريليك أو لون أبيض زيتي، بيطلع معانا الشكل الجميل ورائع عادي. لكن انا الحين برسمها رسم وبترك المساحة اللي هي هنا من حركات التشكيل، بترك المساحة اللي هي اللي في الكلمات هذه الداخلية للكلمة، بتركها باللون الأبيض ما بلونها، والخارجية المساحة الخارجية الفراغات الخارجية هذه بلونها باللون الأخضر زي ما هنشوف مع بعض. هنرسم هنا السيف، طبعا السيف بيكون خطين متوازيين من بعض بالشكل هذا، بنعمل تقوس لحيط أعلى ودائرة من أسفل كلمة لا إله إلا الله، بنعمل خط من حوالي كده زي ما احنا شايفينه، وشكل دائري من الاتجاهات المتعاكسة. أدى هنا استخدم لون أخضر، طبعا ممكن استخدم لون فلوماستر أو لون زي أقلام الماركر هذه، وبحدد الأول الكتابة وبعد كده بلون المساحات اللي هي الفراغات اللي ما بين الكتابة زي ما احنا شايفين كده. نكون حذرين طبعا عشان يطلع معانا الشكل الجميل ومظبوط.
طبعا بعد ما عملنا الجا اللي داخل الكتابات هذه بالخط بقلم رفيع بالسن الرفيع، ببدأ اعمل بالسن السميك شوية عشان المساحات بشكل اسرع بالطريقة هذه. طبعا القلم هذا بيكون له سن عريض وسن رفيع، ببدأ من المساحات بهذا الشكل. وطبعا زي كده شفنا احنا اعتبر انتهينا من رسم العلم. اتمنى طبعا استفدتم من الفيديو، لا تنسوا تعملوا لايك وتعليق واشتراك في القناة، ما تفعيل الجرس حتى يصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.